البطة الصغيرة الغريبة، حكاية من التراث القديم. أقبل الصيف حاملاً معه الشمس الدافئة الجميلة، فنبتت سنابل القمح الصفراء وأخذت تتراقص في الحقول، وها هي البطة الأم تنتظر حدثاً سعيداً قرب البحيرة داخل الغابة. أوه، إلى متى ستبقون هنا؟ هيا اخرجوا يا صغاري، هيا. أوه، واحد اثنان يا للروعة، يا لجمالهم. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. صغاري الأعزاء، هذه هي الدنيا يا أمي؟ إنها كبيرة. بل الدنيا أكبر من ذلك بكثير، إنها تمتد خلف هذه الغابة، إنها واسعة وفسيحة الأرجاء. هيا بنا لنراها يا صغاري. شيء رائع. هيا. بقي واحد. يا إلهي. أثناء ذلك أتت الجدة لترى أحفادها الصغار، فنظرت إلى ابنتها وهي ما زالت تحضن البيضة الأخيرة. لا شك أن هذه البيضة كبيرة كبيضة الديك الرومي، انظري إلى حجمها. لقد خدعت بهذا مرارا، وقد عانيت الكثير من المتاعب بسبب ذلك. أنصحك بالابتعاد عنها يا ابنتي، هيا افعلي ما أمرتك به، فهذا أفضل بكثير. إلا أن البطة الأم أبدت رغبتها باحتضان البيضة مدة أطول، فتركتها الجدة حانقة غاضبة، ودامت حضانة البيضة ثلاثة أيام أخرى. ها قد فقست البيضة أخيرا. ولكن يا للشكل الغريب، إنه شبيه بفرخ الديك الرومي. يا إلهي. مع ذلك لقي المولود السابع كل رعاية وحنان من أمه على الرغم من قباحته. هيا يا صغار تقدموا، هيا لا داعي للخوف، هلموا إلى الماء. هيا، وأنت أيضا لا شك بأنك ستغدو سباحا ماهرا، أنت بالفعل سباح ماهر. هيا. انظروا إلي، إنك رائع بالفعل. هيا يا صغيري، حاول حاول يا صغيري، لا تيأس. هيا. وهكذا دربت البطة صغارها على السباحة، وحان الوقت ليتعلموا المشي أيضا. واحد اثنان، واحد اثنان، بيتا بات، واحد اثنان، بيتا بات، واحد اثنان. يا لجمالهم، واحد اثنان، بيتا بات، واحد اثنان، بيتا بات، واحد اثنان، هكذا رائع. بيتا بات، واحد اثنان، بيتا بات، واحد اثنان، بيتا بات، واحد اثنان. هذه الصغار تتعلم المشي والصياح. وهذا طفل صغير ذو رأس كبير ولون جناحيه بلون الفأر. أنت لست من هاي، ابتعد ابتعد من هنا، ابتعد. هيا. دعوا ولدي، دعوا وشأنه، ماذا تريدون منه؟ ماذا؟ ابتعدوا ابتعدوا. انت أيها الفريق الصغير، هيا ذهب. ما الذي يحدث هنا؟ إنهم يسخرون من طفلي. نعم، شيء مؤسف حقا، جميع صغارك لا بأس بشكلهم، ولكن هذا لما شكله هكذا يا ترى؟ حقا إنه ليس وسيما، ومرد ذلك إلى أنه مكث داخل البيضة طويلا، وسيغدو كأخوته في المستقبل دون شك. كانت المضايقات تعترض طريق صغير البط القبيح منذ ذلك الوقت دون انقطاع. ابتعد أيها القبيح، هيا ابتعد، هيا. الجميع يسيء معاملتي لأني قبيح المنظر، من الأفضل لي أن أغادر هذا المكان.
وداعا يا أم الحبيبة، سأذهب من هنا وداعا. وهكذا ترك الصغير أمه ليرحل بعيدا، وسار صغيرنا بين البراري والحقول حتى وصل إلى منطقة كبيرة يسكنها سرب من الوز البري، وسرعان ما دعاه السرب للعيش معهم. منظرك غريب فعلا، ولكنك ستجد السعادة معا. كلب الصيد، هيا نجدة. يا له من منظر قبيح. سأنام هنا هذه الليلة. ستنام هنا يا ولدي؟ سيشتد البرد في الليل، لما لا تمضي ليلتك عندي؟ شكرا لك يا سيدتي، أنا أعيش هنا وحيدة، يمكنك أن تبقى معي. صباح الخير. هذه بطة، أنا أحب بيض البط كثيرا. ظنت العجوز بأن صغيرنا بطة سمينة، فقررت الاحتفاظ بها ورعايتها، ولكن وبعد مرور يومين اثنين لم تضع البطة بيضة واحدة. وكيف ذلك؟ أيمكن لصغيرنا أن يضع بيضا؟ أظن بأنك لا تستطيعين أن تضع البيضة أبدا. وهكذا طرد صغيرنا المسكين من المزرعة بعد أن تأكدت العجوز أنه لن يضع البيضة أبدا. وانطلق سرب من البجع في الهواء، انطلق يعبر البحار متجها إلى الجنوب حيث البلاد الدافئة. أجمل هذه الطيور، تبدو سعيدة أيضا، ليتني واحد منها. وسرعان ما أتى الشتاء يحمل معه البرد القارس والصقيع، فاضطر صغيرنا المسكين أن ينزل إلى الماء ليسبح ويحرك المياه خوفا من تجمدها، ولكن المياه أخذت تتجمد شيئا فشيئا ويوما بعد يوم، فما كان من صغيرنا إلا أن بدأ يحرك قدميه حتى يبعد الصقيع عن جسده. كان ذلك الشتاء تجربة قاسية لصغيرنا المسكين، فقد لقي فيه العديد من المتاعب والأهوال. ومرت الأيام وبمرورها انقضى الشتاء ببرده القارس، ثم حل الربيع بشمسه الدافئة الجميلة. وفي صباح يوم جميل فتح صغيرنا عينيه فشاهد بجعة تتقدم نحوه، وكانت البجعة واحدة من ذلك السرب الجميل الذي رآه صغيرنا أثناء رحيله إلى البلاد الدافئة. كم أود الذهاب إلى هذه الطيور الجميلة، ولن أكترث بمعاملتها السيئة لي. تقدمي، افعلي بي كما يحلو لك. غمس الصغير رأسه في الماء بانتظار مصيره، ولكن ماذا رأى؟ إنها صورة طائر أبيض جميل على سطح الماء، ولم يصدق أن هذه صورته هو. مرحبا، لم أرك من قبل، من أين أتيت؟ أنا بجع؟ لا أصدق. هل أتيت معي لأعرفك على زملائي من الطيور؟
أنا مجع، لست بطل، هيا أنا مجع. وهكذا غدا صغيرنا طائرا جميلا من طيور البجع، فطار بزهو وفخر لينضم إلى أصدقائه الجدد.